العاشوره كل وقت وقته، كل جيل وجيله. العاشوره حنا كانت عندنا ماشي بحال هكا، كانت ديك الساعه حاجه رخيصه، الحاجه تقام على رخيصه، حنا تقمنا على والدينا الخاص، بلاتنا حنا تقمنا على والدينا الخاص، حنا كل حاجه تزادوا كون تجي عاشوره تيخرج الوالده ولا الوالد تيشري كل شيء، فاكهه يشري، مينات يشري كلشي، ولكن كلشي كان رخيص. دابا لا، دابا حاجه وحده كانت تساوي ب7 دراهم ولا 8 دراهم ديك الوقت. وأن الانسان كل وقت ووقته، كل جيل وجيله. هادشي ديال مين كنا حنا في هذاك الوقت، بديك الوقت كنا تنحترموا بعضياتنا، ما كناش تنضربوا المراه كبيره ولا راجل كبير داير تنرشوه بالماء ولا هذه، لا ما كانش عندنا، كنا تنهبطوا للبحر حنا، تنشريو المينات وتنهبطوا بالليل للبحر وتنشعلوا ديك الشيء، وتنديروا المثل ديك الشيء وتنرشوا بعضياتنا الماء، هنا تيجيو المدينه تنوقروها، وإلا بغينا نشعلوا العافيه تنشدوا الشجر وتنزيدوا لها الجيجيل القشره لتحت وهذيك، وتنشعلوا العافيه تما وتنشطوا تما وتنجيو بحالنا. واش غادي لكم الله يهديهم وصافي، البيضه ولات ديال 30 ريال مشي ياكلها احسن له، لا يمشي يربيها اخوه مشي ياكلها. علاش انا غادي نربيها واحد، نمشي ناكل نديرها في بعض الخبز ولا ناكلها، علاش نربيها انا واحد؟ هادوك الناس اللي جمعوا ما عليهم والو، هادوك اللي مساعد المغاربه ما عليهم والو، هادوك اللي تيستردوا بالبابورات، هادوك اللي تيجيبوه، هادوك هما اللي كون دابا حنا دابا نقول كي قاروا قالوا لنا كوك ما في السكه، ما كانش قالوا في السكه مالك ميوش. حنا عاشوره خويا كانت بكري شكل ودابا شكل، بكري كانت مزيانه فهمتي، كانت مزيانه وما كان فيها لا صداع لا يديك لا يخليك. دابا لا، دابا شكل اخر، دابا عرفتي العاشوره كيدوزوا نهار زمزم وداك الشيء، اش من بيض واش من ماء واش من هذه، النهار وما طالوا هما كيجريو بالباز وكيخووا على عباد الله. بكري لا، بكري كان داك الشيء حلو غير شويه. وليد الشعاله كيديروا الناس العائلات كاع الكبار كيديروا الشعاله وكيرميو فيها ويضحكوا ويلعبوا ويطبلوا عليها، كيشريو لهم المين الصغير والكبير والقنبول وكل شيء وتيلعبوا، يقيلوا يلعبوا في الزنقه كاع ما كيدافيهم حتى حد. كنا كنديروا الشعاله وكنتجمعوا عليها بالسطيح والرديح والعنبات حتى كيطلع النهار، الفرحه ديالها دابا ما بقاتش كتبان، حتى حاجه ما بقاتش كتبان. بحال العيد الكبير كاع ما بقاش كيبان، حتى كتبقى 3 ايام العيد الكبير، كلشي خايتبدل، حتى حاجه ما بقات هي هذيك. والغلا، والغلا فين ما مشيتي الغلا فاكهه، كلشي. والفاكهه ما نهضروش عليها، الغلا ما كاينش، كاين اللي كيوصلها كاين اللي ما كيوصلهاش، اللي ما كيقدرش ما كيلحقهاش. وغير القاعده ديال الدين ديالنا فهمتي، الا عندك، ولكن باش تكلف واحد الحاجه اكثر من اللي عندك ما يمكنش. اما لا عندك دار ازيد انت واخا ما يكونش عندك، لا عندك الدراري غيفضحوك، غايقول لك شري لنا شري لنا وتشري لنا القشاوش وتشري لنا هذا. بقى ليا من الوالدين ديالنا والجدود كانوا دائما الفاكهه ضروريه خص تشرب في عاشوره، واخا غير قليل، الانسان ما عندوش شي يشري الكثير مثلا ويدوز بها حتى تفوت عاشوره، تيكون القليل بعدا تيتسمى دار ديك بحال نسميوها حنا واحد العاده خديناها على الوالدين ديالنا، وخاصه تنفرحوا بها الدراري فهمتي، الدراري الصغار تكون عاوتاني ضروره باش تشري لهم داك الفاكهه الحلويات ديالها والمكسرات وداك الشيء ديالها. ما بقاش هذا الشيء ديال ديك دوك الجلسات اللي تيتجلسوا ويبقاو يغنيو بيناتهم العيالات والرجال جالسين، وخاصه حاجه اللي باقيين تنديروها حنا بحال ديك عاشوره، تنتجمعوا على بحال الدياله فهمتي، تيبقى في عاشوره تنتجمعوا العائله، هذه باقي حنا شادينها بعدا، تنجمعوا حنا في العائله قليله بزاف الناس اللي تيديروا هذا الشيء هذا، حنا باقيين هذيك ضروره تنجمعوا العائلات. وبالنسبه للدياله هذه واقيلا واش الناس يديروها ولا لا، في تنذبحوا العيد كل واحد اللي عنده كبش تيخلي ديك الدياله نهار العاشوره الليله ديالها، تنجمعوا داك اللي عنده شي ديال تيجيبها وشويه ديال اللحم وداك الشيء وتنجمعوا، تيكونوا النساء جالسين مجموعين الرجال جالسين، وهذاك الجمع تيكون فيه خير للجميع، والله يتثبت الجميع على هذا العمل هذا. بالنسبه للوقت الحالي يعني الحلوه ديال العاشوره ما بقاش كما كانت، كنا العائله كيتجمعوا الجيران كيتجمعوا، يعني واحد الاجواء خاصه كتكون في عاشوره. حاليا دابا ما بقاتش ذاك الاجواء اللي كتكون العائليه المجتمعه، الجيران مع بعضياتهم، الناس مجتمعين مع بعضياتهم كيفرحوا كينشطوا معاها، وكتكون ما كيكونش الاداء بالنسبه للوليدات الصغار، ما كانش ذاك، واخا كانت شعيله ولكن كتكون ذاك الجو ديال العافيه ولا شي حاجه كيكون بعيد على الوليدات الصغار، يعني ما كتكونش الادب حاليا، كتولي كنتلمين ولا كيأذي الناس بزاف وكيخلقوا مشاكل بزاف بالنسبه للوليدات وبالنسبه للعائلات. ولا التفرق، راك عارف بان الاجواء الحاليه لا في المجتمع ديالنا وفي المجتمع اغلب المجتمعات ما بقاش داك التجمع اللي كيكون دائما، وذاك الاسر اللي كيكون مجتمعه في نهار عاشوراء اللي يوم كيكون خاص ومهم بالنسبه للاسر المغربيه.